السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم معنا في قناة وصفات سكينة. اليوم تنقترح عليكم طريقة حريشات بالذرة والليمون مع الزل، كيجيو زوينين وكيجيو رائعين بزاف. إذا عجبكم الفيديو ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الأحباب والأصدقاء ديالكم، شاركوني اقتراحاتكم وآراءكم. إذا كنتوا أول مرة كتزوروا القناة ضغطوا على زر الاشتراك، ابوني وسبسكرايب وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد من طباخي. ودابا غادي نخليكم مع مقادير وطريقة تحضير وفرجة ممتعة. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحريشات، غادي نحتاجو فيهم كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت، ياورت فاني، معلقه كبيره ديال الزبده تكون مذوبه، وعندنا هنايا قشره ديال الليمون معسل اللي سبق لي وخدمتها معاكم. غادي ننزل لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كنقطعوه بحال هكا طريفات صغار، جوج بيضات، شويه ديال الملحه، وجوج خمارات، والدقيق ديال الذره على حسب الخليط، القياس اللي غادي يجمع لينا الخليط ديالنا. اول حاجه كنبداو بها، كناخذوا الزبده ديالتنا كنوضعوها كدوب صافي، وغادي ناخذوا البيض ديالنا اللي كنهرسوه. غادي نزيدو معاها شويه ديال الملحه، وغادي نعملو كاس ديال السكر سنيده. نخلطو دابا الكل، ودابا غادي نضيف كاس ديال الزيت بشويه بشويه. دابا غادي نضيفو ديك معلقه ديال الزبده اللي ذوبناها، دابا غادي نديرو ديك العلبه ديال الياغورت، غادي نديرو دابا دوك طريفات ديال الليمون معسل. غادي نضيف هاد جوج خمارات مع الدقيق ديال الذرة، اللي سبق لينا وغربلناه صافي، وغادي نبدا نضيف بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا، كنحصلو على واحد الخليط اللي تيكون خفيف. هذا هو الخليط ديالنا بعد ما تنكملوه. كيف ما كتشوفوا معايا، ما درتش الدقيق ديال الذره، ما كملتوش كامل على حسب الخليط. ضروري كنخليوها جاريه شويه طروبوزا على ما تشرب. الا شربت لينا القياس وهذاك، الا بقاتنا جاريه بزاف غادي نزيدوا لها شويه ديال الدقيق. بعد ما كدوز واحد نص ساعه كنلقاو الخليط ديالنا شرب صافي، كنصنعو منو كويرات على هذا الشكل كيف ما هذا، وكندوزوهم في السميده اللي كتكون غليظه اولا السميده ديال التضره حتى كنكملو الكويرات ديالنا. ودابا غادي ندخلوهم في الفران اللي كيكون مسخن من قبل حتى كيطيبو. فبالنسبه لطريقه الطياب ديالهم بحال الشكل ديال البهله، كنطيبوهم من الفوق ومن الاول حتى كيتشقوا، وعاده كنهودوهم من تحت.
الاداء ديال الحريشات ديالنا بعد ما تنخرجوهم من الفران، الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، عن جد كيجيو رائعين وكيجيو بنانين بزاف بزاف، وانا متاكده انكم غادي تجربوهم وغادي يلقاو الصح احسنكم ان شاء الله. فما تنساوش دعموا القناه بلي لايك وبلي بارطاج وتابعوا جديد وصفاتي. دمتم في رعايه الله، والى وصفه جديده من وصفات سكينه. صافي.